قمنا بتبني النظرة العالمية وما هو مفيد لدولة فلسطين. فتم إعداد استراتيجية للطاقة البديلة في فلسطين بالتعاون طبعا مع سلطة الطاقة والشركاء لسبب لعدة أسباب. السبب الأول أننا نتماشى مع العالم، خاصة أننا أصبحنا في اتفاقيات دولية عديدة. والموضوع الثاني أن بدون طاقة، بدون استقلال للطاقة، لا نستطيع أن نستقل عن هذا الاحتلال. بالمناسبة سيادة الرئيس، لأهمية الحفاظ على البيئة في دولة فلسطين استناداً للقانون الأساسي في أن يعيش الإنسان الفلسطيني في بيئة نظيفة ويتمتع بصحة كبقية شعوب العالم، وقع على العديد من الاتفاقيات البيئية، واللي من أهمها اتفاقية تغير المناخي وأيضا اتفاقية باريس. وبالمناسبة دولة فلسطين وقعت على اتفاقية باريس من أوائل الدول. أهمية هذه الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي موضوعين. الموضوع الأول أننا نجسد سيادة دولة فلسطين، وأصبحنا من وتغير موقفنا من أن نكون عضو مراقب إلى طرف كبقية دول العالم. يعني نحن طرف ولنا صوت كأي دولة، وخاصة أمريكا والصين دول العظمى. الاستفادة من هذه الوضع. الأمور الثانية هي الاستفادة المادية. اتفاقية الإطارية لتغير المناخ واتفاقية باريس لديها العديد من الصناديق الدولية، واللي من المفروض أن الدول التي تسببت في الانحباس الحراري على مستوى هذا الكوكب أن تقوم بالإيفاء بالتزاماتها لدى الدول التي هي تضررت من ظاهرة الاحتباس الحراري. فبالتالي هناك العديد من الصناديق والذي من الممكن أن نستفيد منها، والحمد لله قمنا بالعمل مع الشركاء من كل الوزارات بإعداد الخطة الخاصة بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، والخطة الخاصة بالتخفيف. وهذه الخطة معتمدة ونشرت على مستوى العالم، وهي عبارة عن أداة من الأدوات للتمويل لدولة فلسطين. ومؤخرا حصلنا على موافقة من إحدى هذه الآليات أو هذه الصناديق الدولية لصالح قطاع الزراعة، قطاع الزيتون، بحوالي 15 مليون. حاليا نحن في الإعداد، خلينا نقول، لاستكمال الوصول إلى الحصول على هذا التمويل. وأيضا نشجع بقية الوزارات من أجل تقديم مشاريع. حاليا لدى صندوق آخر تمويل لمشروعين في قطاع المياه وقطاع الزراعة أيضا بحوالي 100 مليون، نتمنى أن نحصل عليهم. أما في خصوص الطاقة البديلة، فحاليا سلطة الطاقة تعمل على إعداد المشاريع التي من الممكن أن تمول. حقنا أن نحصل على التمويل كأي دولة متضررة من هذا الموضوع اللي هو الاحتباس الحراري. في البداية يجب تعريف ما هي الطاقة البديلة. الطاقة البديلة هي جزء من أنواع الطاقة، في عادة تستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية أو لاستخداماتها بدل الطاقة التقليدية، سواء المحروقات أو الكهرباء. فالطاقة بشكل عام تنقسم إلى ثلاث أقسام: الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة وكفاءة الطاقة، لأن كفاءة الطاقة هي جزء أو مصدر من مصادر الطاقة في العالم. منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995 كانت هناك ورقة السياسات للطاقة وضع استراتيجية. الأولويات كانت في ذلك الوقت لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء المدمرة التي ورثناها عن الجانب الإسرائيلي، لكن هذا لم يمنعنا من التطرق إلى ضرورة تشجيع استخدام الطاقة البديلة والمتجددة
في اعتماد المستهلك الفلسطيني، فكانت هناك مشاريع فردية وخجولة بعض الشيء، لكنها كانت تمهد إلى شيء قد نعتمد عليه في المستقبل. وهذا ما حصل بعد وضع استراتيجية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عام 2012، بالإضافة إلى قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي مهد لتشجيع المواطنين والقطاع الخاص على استخدام والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. وهناك نقل نوعية في المشاريع النوعية التي تم تنفيذها في فلسطين حاليا. يعني كسلطة الطاقة وموارد طبيعية، احنا دورنا وضع السياسات والقواعد والتشريعات اللازمة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في فلسطين، وهذا ما قمنا به. أنجزنا أشياء كثيرة من ناحية إصدار التعليمات المنظمة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. هناك استثمارات نتيجة هذه القوانين والتشريعات عند القطاع الخاص، وخاصة المصانع والمؤسسات التجارية. هناك تم تحضير والمصادقة من قبل الحكومة في عام 2017 على تقديم حوافز لكل من يريد أن يستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة، وهذه الحوافز تم تحضيرها مع هيئة تشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الضرائب، ضريبة الدخل لمدة 15 عام على مشاريع الطاقة المتجددة. أما الأهداف فهي تتمحور في ضرورة تنوع مصادر الطاقة في فلسطين، والتقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي وهو المصدر الوحيد في لاستهلاك للمستهلكين في فلسطين، بالإضافة إلى وضع استراتيجية الطاقة المتجددة عام 2012 كما ذكرت لك، وهي التي تتمحور حول بناء 130 ميجا وات من مصادر بديلة، وهي تشكل حوالي 10% من المفترض أن تكون هي مصادر فلسطينية، بالإضافة وهي تشكل 5% من مجموع استهلاك فلسطين. لكن الأخبار الجميلة أننا استطعنا خلال طبعا هذا الهدف حتى نهاية 2020، حتى هذه اللحظة هناك عندنا إما مشاريع نفذت أو تحت التنفيذ أو تحت الترخيص بمقدار 157 ميجا وات، أي أننا تعدينا السقف الذي حددناه في استراتيجية الطاقة المتجددة عام 2012. اليوم بقدر أحكي إنه في عنا في الضفة وغزة حوالي 30 ميجا وات من الطاقة الشمسية، ومشروع واحد صغير ضمن مشروع طاقة الغاز الحيوي بتشكل تقريبا حوالي 11% من الطاقة المنتجة محليا. بدي أرجع لتاريخ 2012، التاريخ اللي فيه أنتجنا الاستراتيجية العامة للطاقة المتجددة. طرحنا في هذيك السنة شيء اسمناه المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية. هذه المبادرة أتاحت لكل المنازل الفلسطينية تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطحها لتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها لشركات التوزيع بسعر مميز، يعني بتعرف أعلى بكثير من تعرف الشراء من شركات التوزيع. لما أطلقنا هذه المبادرة عرفنا الناس بهذه التكنولوجيا بأثارها الإيجابية، ووقتها كانت مرتفعة نسبيا الأسعار، كنا نحكي عن تقريبا حوالي 2500 دولار لكل كيلو وات مركب على سطح المنزل. اليوم الأسعار نزلت بشكل كبير بعد ما انه بلش القطاع الخاص يستثمر في هذه التكنولوجيا. اليوم بيحكي عن اسعار يعني حوالي 1000 دولار لكل كيلو وات، يعني اكاد اجزم انه كل البيئه القانونيه والتشريعيه للطاقه المتجدده موجوده. تم اقرار قانون الطاقه المتجدده في العام 2015، قبله ب 2012 تم اقرار الاستراتيجيه العامه للطاقه المتجدده بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، تم اصدار تعليمات المنظمه لصافي القياس، بمعنى انه اي قطاع منزل او قطاع صناعي او تجاري
ممكن يركب مشروع طاقة شمسية أو أحد أنواع الطاقة المتجددة الأخرى لتغطية احتياجاته من الكهرباء بنسبة تصل إلى 100% بحد أقصى للمشروع الواحد 1 ميجاوات، وإن كان أنه ممكن نعطي استثناءات في بعض المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية. يعني حقيقي إحنا كأي دولة، لكن ممكن التحديات اللي قدام دولة فلسطين هي أكبر لعدة أسباب. طبعاً إحنا مرتبطين للأسف في هذا الاحتلال قسراً، سيطرته على المعابر، سيطرته على الاستيراد، الكثير من الأمور هي أسبابها الحقيقية هو هذا الاحتلال اللي بيعيق كل قضايا التنمية في فلسطين. نحن كسلطة جودة بيئة وأيضاً سلطة الطاقة نعمل، والكثير من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني، من أجل رفع الوعي وإعطاء أو تسليط الضوء على هذه الفرصة من أجل أن نقوم بالاستثمار في قضية الطاقة البديلة. قمنا في إعداد العديد من المشاريع كمشاريع تجريبية، واللي بالتالي هي بتسلط الضوء على هذا الموضوع. بالمناسبة بحب أقول أنه التكلفة عم تقل، لأنه هي التكلفة كانت إحدى التحديات، تكلفة عالية، لكن الأسعار عالمياً عمالها تنزل. هناك قضية مهمة جداً لما نتحدث على المستوى الوطني على بشكل أوسع، من حقنا كدولة فلسطين أن نحصل على التمويل كأي دولة من خلال الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، كونه زي ما حكيت في البداية أنه إحنا في عنا خطة تكيف بحوالي لقطاع الطاقة بالذات بحوالي $500 مليار، وزي ما تحدثت أنه سلطة الطاقة حالياً تعد المشاريع، وهون بنقدر نقول أنه إحنا بنشق طريقنا في أنه نستقل جزئياً عن استيراد الطاقة من الطرف الإسرائيلي. يعني خلينا نخدم من منطلق أنه إحنا كفلسطين كمشترك واحد، أكبر مشترك لدى شركة كهرباء إسرائيل، فأي إنتاج ومصادر طاقة من مصادر فلسطينية هذا يعني تقليل الاعتماد على الجانب الإسرائيلي. فليس غريبا أن تقوم إسرائيل بوضع العراقيل أمام مشاريعنا الطموحة لبناء محطات توليد سواء تقليدية أو مشاريع طاقة جديدة ومتجددة. هذا بالنسبة بشكل عام، لكن المعيقات هي تتشكل وتتمحور حول وفر أو توفر الأراضي لبناء مشاريع الطاقة المتجددة، وجميع هذه الأراضي والمساحات التي تقع في المناطق المصنفة مناطق جيم هي تعتبر إحدى المعيقات. التصنيفات هذه جيم وألف وباء تعتبر إحدى المعيقات أو أهم المعيقات، لأنه مشاريع الطاقة الشمسية نفط على افتراض أو مشاريع طاقة الرياح بحاجة إلى مساحات مفتوحة غير مأهولة بالسكان، ونحن بدون مناطق سي أو مناطق جيم لن نتمكن من العمل بحرية، فهذا أحد المعيقات الأساسية. طموحاتنا هي جزء من طموحات طبعا الحكومة الفلسطينية، والتي تتمحور حول استقلال قطاع الطاقة الكهربائية بشكل عام، واستخدام مصادر بديلة لا يتحكم بنا أحد من خلالها، مصادر قادرة على خدمة المواطن الفلسطيني التي توفر له أسعار تنافسية، بالإضافة إلى إمكانية تحويل المواطن من مستهلك إلى منتج للطاقة الكهربائية، وذلك من خلال مشاريع المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية، وحاليا في هذه المبادرة تهدف إلى تركيب هذه الوحدات على أسطح المنازل، ويصبح المواطن منتج للكهرباء ليس مستهلك للكهرباء، بدل أن يدفع فاتورة يستلم شيك. كان سعر الكيلو وات حوالي $3,000، حاليا نتكلم عن $900 إلى $1,000 للكيلو وات، أي بمقدور أي مواطن لخمسة كيلو وات يعني $5,000 أن يحصل على طاقة يقادر من خلالها استخدامه واستهلاك جزء منها وبيع الفائض للشبكة.